السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات أبطال الجيش الوطني في المخدرة وصرواح. صنعاء أبطال الجيش الوطني يحتفلون بالعيد في جبهات القتال بنهب. استشهاد امرأتين في قصف مدفعي للميليشيا الانقلابية على قرية يعيس بمريس. مرحبا بكم. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر بالبطولات والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المخدرة وصرواح وتكويد الانقلابيين خسائر فادحة، مثمنا دعم قوات التحالف العربي ومساندتها للعمليات العسكرية في المنطقة والتي حققت نجاحا كبيرا. وهنأ الفريق الأحمر في اتصال هاتفي مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواء الركن أحمد حسان جبران الأبطال المرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الفطر المبارك، معبرا عن الشكر والتقدير لما يقدمونه من تضحيات وما يسطرونه من بطولات في سبيل استكمال عملية التحرير. قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن إسماعيل زحزوح ومعه قائد اللواء 310 مدرع العميد السواد يتفقدان مواقع أبطال الجيش الوطني في ميمنة جبهة نهب، حيث تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن إسماعيل زحزوح أبطال الجيش الوطني في ميمنة جبهة نهب خلال زيارته العيدية للمرابطين في مواقع البطولة والشرف. وتوجه اللواء زحزوح ومعه العميد ركن محمد غالب السوادي قائد اللواء 310 إلى المواقع الأمامية في ميمنة الجبهة، وأشاد خلال زيارته ببطولات منتسبي اللواء 310 وما يسطرونه من انتصارات عظيمة في سبيل تحرير المواقع والتباب في ميمنة نهب من قبضة الانقلابيين. العميد السوادي من جهته عبر عن خالص شكره للقيادة السياسية والعسكرية على الاهتمام بأبناء الجيش الوطني، وقدم شرحا عن المواقع التي حررها اللواء 310 في غضون الأيام الماضية وأهميتها الاستراتيجية. ويحتفل أبطال الجيش الوطني بعيد الفطر المبارك في جبهة الفداء في جبهة نهب، مؤكدين أن عيدهم الحقيقي وفرحتهم تكون يوم تحرير كل الوطن من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية. نتابع. يقضي المرابطون في جبهة نهب شرق العاصمة صنعاء عيدهم في متارسهم، أيديهم على الزناد وعيونهم ترقب الأفق ترنو نحو صنعاء التي لم يعد بينهم وبينها غير مرمى قذيفة، ويأملون أن ترافق فرحة العيد القادم فرحة الانتصار بتحرير العاصمة التي لم تعد بعيدة عن مواقعهم التي يرابطون فيها. بمناسبة عيد الفطر المبارك نزف تهانينا وتباريكنا للقيادة السياسية مثلا في أخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، والأخ الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية، والأخ رئيس هيئة الأركان، والأخ قائد المنطقة العسكرية السابعة، وكل المقاتلين في جبهة المنطقة العسكرية السابعة نزف إليهم أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة. ولم تكن قيادة المنطقة العسكرية السابعة بعيدة عن أفرادها الذين التقت بهم وهنأتهم بقدوم العيد وأدت معهم صلاة العيد في جمع من ضباط وأفراد المنطقة الذين يقضون عيدهم بالقرب من خطوط التماس مع ميليشيات الحوثي والمخلوع. طبعا تهنئتنا اولا هي للرجال الابطال المرابطين في الصفوف الاولى الذي تركوا ابنائهم واسرهم ليدافعوا عن حوض هذا الوطن وهذا الدين والعقيده، فنقول لهم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. كما ان تهانينا كذلك نرسلها لابناء الشهداء ولاسر الشهداء وللجرحى، ونقول لهم بان دماءكم التي رويتم بها ارض هذا الوطن بإذن الله سيكون عن قريب العيد الأكبر عيد النصر بإذن الله ودحر هذه العصابة
وسيتحقق ما كنتم تحلمون به وسيصبر الحلم حقيقة بإذن الله. ويرسل المرابطون في جبهات القتال تهانيهم لأهاليهم الذين ينتظرون عودتهم إلى منازلهم مكللين بالنصر، ويستعدون لقضاء أعيادهم القادمة معهم بعد أن يعود لليمن أمنه وسكينته. نهنئ القيادة السياسية وقيادتنا العسكرية قيادة شرعية، ونهنئ كل المرابطين في الجبهات، ونهنئ الشعب اليمني القابع تحت ضغط الحوثي، ونقول له قرب الفرج إن شاء الله يا شعبنا، الجيش الوطني قادم وفي الطريق إن شاء الله لتحريرك، يرفع الظلم عنك، يرفع عنك الجور، يرفع عنك الغبن الذي حصل عليك والخيانة الذي حصلت. ويتمتع أفراد الجيش الوطني المرابطون في جبهات القتال بمعنويات عالية برغم بقائهم في جبهات القتال التي يرون أنها تعني لهم العيد الحقيقي، ليعبروا فيها عمليا عن حبهم لوطنهم واستعدادهم للدفاع عنه. محمد القليصي، لقناة سهيل، مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. تفقد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن عمر يحيى سجاف مواقع الجيش الوطني في جبهة ميدي الأمس الأحد، واطلع على مدى الجاهزية القتالية لدى منتسبي المنطقة، وأشاد اللواء سجاف بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني خلال شهر رمضان المبارك، داعيا إلى مزيد من الثبات واليقظة والتصدي لأي محاولة من قبل الانقلابيين لاستعادة المواقع التي خسروها. وهنأ اللواء سجاف أبطال الجيش الوطني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بصبرهم وثباتهم في مواقعهم رغم الظروف الصعبة والأجواء الحارة في المنطقة. وأدى اللواء الركن عمر سجاف صلاة عيد الفطر المبارك في سكن الجرحى، واطلع على أحوالهم مشيدا بتضحياتهم من أجل الوطن، متمنيا لهم الشفاء العاجل. أدى عدد من قيادة المقاومة الشعبية في إقليم تهامة صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من معسكرات وجبهات الدفاع عن الوطن، والتي ينضوي فيها أبناء الإقليم التهامي مدافعين عن اليمن وهويته وكرامته وأمنه واستقراره. وتبادلت قيادة المقاومة الشعبية في إقليم تهامة التهاني العيدية مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المعسكرات ومواقع الدفاع عن الوطن، ونقلت للمقاتلين تهاني وتبريكات القيادة السياسية، ووقفت على الروح المعنوية للمقاتلين واندفاعهم لتحقيق الانتصار لليمن وتحرير كافة أرجاء الوطن من ميليشيا الانقلاب الإجرامية. وكان مصدر في المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أكد أن عددا من قيادات المقاومة توزعوا في صباح يوم عيد الفطر المبارك في زيارات ميدانية، واطلعوا على طبيعة الصمود وحجم التضحيات والانتصارات التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات تحرير الوطن من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. هجروا بيوتهم وتركوا أطفالهم وأهليهم يعيشون فرحة العيد لوحدهم. هؤلاء هم أبطال الجيش الوطني بجبهات العقبة بمحافظة الجوف الذين يعيشون أجواء العيد في مواقع الشرف والبطولة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. العيد في جبال جبهة العقبة الواقعة شمال مديرية الحزم يظهر بشكل آخر وبصورة أجمل، حيث يتبادل المرابطون التهاني والتبريكات العيدية بطريقة العادات والتقاليد القبلية والرقصات الشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة الدينية العظيمة. عيدنا هو يوم النصر بإذن الله عز وجل. عيدنا يوم نرفع الرايات في على جبال مران وعلى كل مكان بإذن الله. ولذلك هؤلاء الشباب المناضلون والصامدون في هذه المواقع، مواقع العزة والبطولة، لديهم معنويات وشعارهم دائما في هذا اليوم المبارك: عيدنا متارسنا. في رؤوس الجبال يفرحون بالعيد بطريقتهم الخاصة، من توزيع حلوى العيد وإعداد الولائم وصنع طعامهم بأيديهم. وفي الجهة الأخرى لا تغفل العيون الساهرة عن مراقبة أي تحركات للعدو، ويعكس ذلك مدى اليقظة العالية ممزوجة بحلاوة العيد في الثغور والجبهات. عيدنا اليوم هنا في مواقع العزة والشرف، ونحن عيدنا عزنا وفخرنا بأننا في المواقع، وغيرنا يحتفل في الأسواق وفي الشوارع، ونقول لهم
باننا سندافع عن ديننا وارضنا بان تحرر اليمن باكملها. في الوقت الذي تمتد فيه ايادي المواطنين الى السماء نصرة للمجاهدين الابطال، يرسل المرابطون تهانيهم وتبريكاتهم من على قمم الجبال وبطون الأودية، يبعثون رسالة بلسان الواثق المنتصر، يقولون عيدنا الحقيقي عند تطهير آخر شبر من الأراضي اليمنية. نحن ها هنا في مواقع الشرف والبطولة من جبال العقبة، من جبهة العقبة، نقول لأعداء الله أننا نتزلزل حتى تتزلزل الجبال من تحت أقدامنا، والله لن نتراجع حتى نصل جبال مران في هذا اليوم المبارك. كم يعني شعور المجاهد انه في مواقع الشرف في جهاد في سبيل الله. خبر اللي في رؤية حدي ما نهاب الخصم يا مزحوف. قدام المصري معي كسب جدي تقبل الخارج وتقبل كشوف. لو تجيب 2 مليون جندي بنواجههم زي العطوف. الروافض من بلادي تشدي بس اللي حقها وعينك تشوف. فرحة العيد قد لا تكون بين الاهل والخلان فحسب، بل يختلف مذاقها من مكان الى اخر. فأبطال الجيش الوطني في جبهة العقبة فضلوا فرحة العيد في مواقع الشرف والبطولة عما سواها. صالح مبخوت، قناة سهيل، محافظة الجوف. تفقد قائد لواء الاستقبال التابع لمحور محافظة إب والمرابط في مريس العقيد فضل عبد الرب صباح عيد الفطر المبارك أبطال اللواء المرابطين في المواقع المتقدمة في القطاع الغربي لجبهة مريس دمت في محافظة الضالع، هنأهم خلالها بمناسبة عيد الفطر المبارك. وطلع العقيد فضل عبد الرب خلال الزيارة على طبيعة الأوضاع التي تشهدها مناطق التماس والأفراد المرابطين في مواقع الشرف والبطولة وحجم الاستعدادات والجاهزية لديهم، مشيدا بتضحية أبطال الجيش الوطني في كافة الميادين والمواقع وصمودهم في مواجهة الميليشيا الانقلابية. وحث قائد اللواء المرابطين من أبطال اللواء على المزيد من اليقظة ورفع الجاهزية القتالية في مواجهة ميليشيا الانقلاب حتى تحرير كل شبر من أرجاء الوطن. لليوم الثاني على التوالي يواصل عدد من قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز زيارة الجرحى وأسر الشهداء في منازلهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. نتابع. جرحى تعز لا يرقدون المستشفيات فقط، فالعدد الكبير يرقد في البيوت ويراجعون المستشفيات. اليوم قيادة إصلاح تعز واصلت الزيارات إلى المنازل للاطلاع على أحوالهم وتهنئتهم بالعيد السعيد. واصل حالته على الطلقة أصيبت في العنق من مادة إلى إتلاف النخاع الشوكي بالكامل أو 97% عند 3/4. معنوياته مرتفعة جدا ونحن أيضا كذلك مستعدين نضحي بالغالي والرخيص يعني في سبيل الدفاع عن الوطن عن الدين عن العار عن الشرف، يعني كل الأمور يعني تطلب منها أنها فوق فترة كل واحد. الشباب المقاومة اللي هم بالقبائل قل لهم أنهم يواصلوا على دربنا. الجرحى الذين نزورهم دائما يرفعوا معنوياتنا أكثر مما نرفع معنوياتهم نحن، وكذلك هم مستعدون للعودة إلى جبهات القتال من أجل تحرير تعز ومن أجل كرامة تعز ومن أجل أرض وعرض تعز. وأسر الشهداء أيضا كان لهم نصيب من الزيارات لتفقد أحوالهم والاطمئنان عليهم، كونهم في ذمة كل من بقي على قيد الحياة وخاصة مسؤولية شرعية. بعد سنتين من الحرب الشاملة على محافظة تعز بلغ عدد الشهداء 4920 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 17320 جريحا. عدد من تم تسفيرهم من الجرحى إلى الخارج حتى الآن وصل إلى 389 جريح، من يحتاجون إلى السفر ما يقارب 491 جريحا. عدد الجرحى المعاقين وصل إلى 369 جريحا معاقا. عدد الجرحى مبتوري الأطراف وصل إلى 289 جريح مبتور القدم واليد. هذه نتيجة الحرب الظالمة على محافظة تعز منذ سنتين ونصف تقريبا. الشهداء والجرحى بالآلاف وهم بحاجة للزيارة والتفقد، وإن كان الزائر لهم
يلاقيهم في قمة الشجاعة والتضحية والمعنويات المرتفعة، ويتمنون الشفاء السريع للعودة للجبهة ومشاركة المقاتلين دفاعهم وذودهم عن مدينتهم وأهلهم في متارس الجهاد والنضال. كما قامت قيادة إصلاح تعز بزيارة لمستشفى الأمل لمعالجة الأورام، وتفقدوا أحوال المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز. ووزعت قيادة حزب الإصلاح بتعز الهدايا العيدية والحلويات وبعض المبالغ الرمزية على عدد من نزلاء المركز، وعبرت عن خالص أمانيها لجميع المرضى بالشفاء العاجل، وحثتهم على الصبر والرضا بما كتبه الله لهم وعدم اليأس. ميدانيا، قتل 13 من العناصر الانقلابية وجرح آخرون في غارات متفرقة لطيران التحالف العربي في محوري حرض وميدي بمحافظة حجة. وقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال 24 ساعة الماضية بخمس غارات متفرقة مواقع الانقلابيين في حرض وميدي، مستهدفة بغارتين طقمين مسلحين تابعين للميليشيا شرق مدينة حرب، فيما استهدفت بثلاث غارات أخرى تجمعات للانقلابيين في موقعين بالخضرة جنوب غرب ميدي. استشهدت امرأتان في قصف مدفعي لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع استهدفت منزلهما في يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع مساء أمس. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية المتمركزة في جبل ناصة قصفت بعربة البي ام بي منزل عائلة اليعيسي الواقع أسفل القرية بشكل مباشر، أسفر عن إصابة امرأتين أحدهما مسنة وتدعى زرعة عبد الله حمدنا والأخرى في سن الشباب بجراح بليغة، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تفارق الحياة. وقال المصدر إن بأن استشهاد المرأتين تكتمل مأساة عائلة الجريح عمر اليعيسي المصاب برصاص قناص حوثي في العمود الفقري يرقد على إثرها في المستشفى وأخيه قبل أن تلحق به جدته لأبيه وأخته. ليش استهدفوا المواطنين؟ والله أنا لا أعرف، فجأة ما ندري إلا الضرب للمنازل. تم استشهاد العجوز المسكينة بشظايا من شظايا العربة أو ما يسمى 23. آخر ما قامت به ميليشيات الحوثي والصالح من قصف على مواطنين في هذاك المنزل، واستشهدت امرأة وكذلك أصيبت أخرى، وأهالي هذه القرية يتعرضون للقصف الدائم، وكذلك هناك الكثير من نزح من قرية يعيس ولجوا إلى أماكن في هنا، لكن رغم ذلك كما تسمع الآن. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع في تفجير طقم للميليشيا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية مقتل 4 من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع وإصابة 2 آخرين بتفجير طقم كانوا على متنه بين منطقتي الخلوة والروضة في مديرية الزاهر آل حميقان. أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على تفجير منزل أحد المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية فجرت منزل المواطن عبد الله محمد بلسن الحميقاني البالغ من العمر قرابة 70 عاما في منطقة الخلوة بمديرية الزاهر آل حميقان. قتلت عناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية 4 أشخاص بينهم طفل في قرية بني الحاج بمديرية الشهارة في محافظة عمران.
وقال شهود عيان إن عملية القتل هذه جاءت بعد إطلاق مشرف الحوثي النار على أحد الأطفال بعد استنكاره صرخة ميليشيا الحوثي والمخلوع أثناء صلاة عيد الفطر المبارك بقرية بني الحاج، الأمر الذي جعل أهالي المقتول يطلقون النار على الجاني فأردوه قتيلا. إلا أن عناصر الحوثي المتواجدون داخل المسجد ردوا بوحشية على المصلين، حيث قاموا بإطلاق النار العشوائي باتجاههم أدى إلى مقتل 3 آخرين وجرح العديد. وأفاد المصدر أن العناصر استدعت تعزيزات من خارج القرية والتي من فورها قامت بمحاصرة القرية ومنع إسعاف الجرحى لتلقي العلاج. أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر بعوم إن الفرق الطبية الميدانية الخاصة بمكافحة جائحة وباء الكوليرا والإسهال المائي تعمل على مدار الساعة في كل المحافظات المستهدفة خلال فترة العيد. وقال الوزير بعوم إن الفرق الطبية تقوم بتوزيع المساعدات الصحية التي أرسلت من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المحافظات المستهدفة، موضحا أن توجيه ولي العهد السعودي لمركز الملك سلمان بتقديم أكثر من 66 مليون دولار لاحتواء وباء الكوليرا الذي اجتاح عددا من المناطق في اليمن لفتة إنسانية ستساهم في القضاء على هذه الجائحة ومساعدة اليمنيين في التخلص منها. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات أبطال الجيش الوطني في المخدرة وصرواح. صنعاء أبطال الجيش الوطني يحتفلون بالعيد في جبهات القتال بنهم. استشهاد امرأتين في قصف مدفعي لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على قرية يعيس بمريس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة على الانترنت سهيل.net وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.